بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع. سبيني لبرومي الواق أبور ليون مقطوع المصبحين وعطاهم المدة الزمنية يعني أولي في دجو. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قلنا ربي سبق القضاء نتاعو في ذكره ثم وصب لنا ما جاءوا به هؤلاء الشاذين لأنهم يقولوا بالشذوذ الجنسي المثلي. فقالك هنا في تونس بدأت تطلع الروس اللي تطلب بحقوقها. أنا نحكم بروحي، أنا نطلب حقي باش نكون مثلي ولا حد يحاكمني ولا يتبعني ولا يعاقبني. ابدا حضر لهلك الجميع اذا كان سكتوا عليك المغفلين. اهل السلطه اللي ماشي ياخذوا اصواتكم هي اصوات مالها نتاع ديكوي، انت ياخذ اصواتك وبعد ربي يعطيه صوت عذاب شديد عاد لا قبل لهم به. وجاء اهل المدينه يستبشرون. يصوم بيان علاز نصوم مثلو طوا فيرسي ست بوتيلا d'un connu, on va faire notre désir, on va l'assouvir parce qu'ils sont une beauté magnifique, une beauté totale. وجاهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. شوف الأنبياء عليهم السلام مستحيل باش يسلموا في الدفاع عن الملائكة الزائرين لهم عليهم السلام جميعا. ملائكة وأنبياء عليهم السلام. قال إن هؤلاء ضيفين يعني سون دي ميوت فلا تفضحون لن نكوبري با دون تعتدي عليهم بهذه الطريقة الشنيعة. أهنتون وكيفاش أنا لما هنتم السابق تجي وانتم تصبحوا وعكم اشتنوني. شوفوا كيفاش يستعمل العقل معاملة بالمثل. أنا عمري ما هديت وعمري ما هنت je n'ai jamais agi de façon à vous faire porter la honte. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفضحون. أعطاهم الحل الأمثل خاف ربي صوبي صوديفو واتقوا الله ولا تخزون ما تلبسونيش حاجة فيها خزن لي يعني ما دفعتش عن الزائرين. واش يقولوا له؟ قالوا اولم ننهك عن العالمين. ما نهيناكش في الماضي ما تستقبلش ما تحتملش وما دخل بيتك الناس اللي يعني مش معروفين. جاء على اللسان سيدنا لوط الايه السابقه ان قال المنكرون لا علم لي بكم في سابق الامر. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هنا الطريقة الذكية قال مو فما بناتي مش تخطبوهم إذا كان رجعتوا عن غيكم وعن انحرافكم أنا قابل باش نزوجكم لبناتي. فبعض المرسلين يقولوا يسيب بناته يفعل فيهم الظالمون هم النجسون فيهم ما لا يشبعون رغبة. لكن الحقيقة مش هذا الأمر. بناتي أزوجكم إياها. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. شوفوا كيف يجيب لهم الطرق نتاع إنقاذ الموقف. هيا كفوا عن الانحراف وأنا قابل باش نزوجكم بناتي. وما أدراك من بنات سيدة لوط بالمقابل سيدنا لوط عليه السلام بالمقابل لمرأتي اللي كانت عدوا لسيدنا لوط عليه السلام عينا وتنقل أخباره وتكذب مهمته هالمجر. وعندنا بالزاف اللي هي العائلات تقول الزوج مستقيم وهو مش مستقيم، تقول الزوجة خائنة وهي مش خائنة. يعني تو لي تيب دو كا سون لا. لعمرك ربي أقسم بحياة النبي عليه السلام إنهم لفي سكرتهم يعمهم. قال كراهم يسوع نتاد ديبرس
en état d'aveuglement, en état d'être trompé par Satan, le maudit et le honni et le banni. La amruka innahum fi sakratihim ya'mahoun. نرجع إن شاء الله تعالى.